اليوم مملكة البحرين اقتصادها متنوع. مملكة البحرين نجحت في سياسات تنويع القطاعات الاقتصادية بشكل كبير. القطاعات غير النفطية تمثل أكثر من 80% من الاقتصاد الوطني. احنا اليوم قاعدين نعمل على ان نخلي هذا التنويع الاقتصادي الناجح في مملكة البحرين ينعكس على الإيرادات الحكومية، وينعكس على الإيرادات الحكومية بشكل زيادة الإيرادات غير النفطية، وهو اللي احنا نعمل معاكم. هذه كذلك نقاش له سياسات حكومية آخر. اليوم قاعدين نخص موضوع التقرير، هل التقرير يعكس الـ 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 الأرقام الفعلية لعام 2020، وهل التقرير فعلا وصل لكم نفس الوقت وكان عمل مهني. هذه بس النقطة اللي بنركز عليها.